الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا جدا وحلقة شديدة الأهمية فعلا فعلا بقى. الإمساك. قبل ما ندخل في حلقتنا النهاردة عايز أقول لكم تركزوا قوي، لأنه إحنا عندنا يعني تعامل مع الإمساك في العالم العربي وفي مصر تحديدا نقدر نقول كده بقلة تقدير، نقدر نقول بشكل تاني بس بشكل أدبي قلة احترام للعرض ده. قلة احترام ليه؟ أي واحد عنده إمساك بياخد ملينات، ممكن يطنش خالص. النهاردة حوار أكيد مع ضيف العزيز اللي أنا بسعد جدا جدا يعني قدومه وزيارته، بيبقى يعني لقاء من طراز خاص ممتع علميا وممتع على مستوى يعني الحوار نفسه. ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، وطبعا المدير لمؤسسة هيموكيور والمؤسس لمؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. ودوك لقب مدير مش مؤسس يعني شغالين عندهم يعني الولاد كان بيقول مؤسس يا جماعه مؤسس هو مدير اصل مدير غير مؤسس، المؤسس هو الاساس. هم بقوا مشغليني حته كده يعني عندهم صحيح شايف حاسس ان انت فعلا بدأوا يتعاملوا لا دي حقيقه بس حلو ان انت تحول الامر شغل مؤسسي. بالظبط يعني دي حاجه عظيمه جدا مبسوط بيها يعني. بس انا هحييك على اختيارك للموضوع، بس ليه النهارده اخترت؟ سؤالي دايما يعني في منطقه يعني لعبكه زي سرطان المستقيم، ليه اخترت الموضوع ده نتكلم فيه النهارده؟ اولا سرطان المستقيم وسرطان الشرج من الحاجات اللي كانت بالظبط من في قبل 50 سنه رير، ما كناش بنشوفها كتير يعني. في الفتره الاخيره بدات تزيد شويه، مش في مصر بس، في كل العالم كله الحقيقه يعني. ليه بدات تزيد؟ لانه الثقافه الطبيه في انه المريض يشك ان عنده سرطان قليله، وخلي بالك بقى ان الثقافه الطبيه في ان الدكتور يشك ان المريض عنده سرطان كمان قليله. يعني كلنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه احنا بنتعامل بقله تقدير مع الاعراض. سرطان المستقيم او سرطان الشرج الحقيقه الاثنين منفصلين طبعا. خلينا نبدا من تحت. سرطان الشرج الحقيقه من الحاجات اللي بدات تنتشر مؤخرا. اكم من الناس الحقيقه دخلنا نعمل عمليات على انها بواسير شرجيه او شرخ شرجي او حاجات زي كده، ونفاجئ واحنا في العمليات اثناء فحص المريض بالمنظار ان عنده كتله من الانسجه شكلها وحش جدا، ناخدها نحللها تطلع سرطان. الاعراض متشابهه جدا، يعني اذا قلنا ان مريض عنده سرطان في الشرج، كلمه سرطان دي هل تتخيل المريض هيبقى عنده ايه؟ ولا حاجه، مريض عنده شويه نزيف من الشرج. يعني مريض دخل حمام للتغوط، لا عنده شويه دم. وجع خفيف كده. راح له دكتور قال له انا عندي دم في البتاع، قال له انت عندك بواسير مثلا او حاجه، خد علاج كذا كذا. بعد شويه الراجل ده لقى عنده سرطان. ليه اخترنا نتكلم فيها؟ لانه الحقيقه ما حدش كتير بيتكلم في الحكايه دي، واشكرك على طرح الموضوع. يعني احنا ما حدش اتكلم خالص يعني على فكره، دي اول مره سرطان الشرج لحد يتكلم فيه بالظبط، اول حلقه في التاريخ العربي يعني. صحيح. فحته غامضه جدا عند المرضى، طبعا معروفه لكل الدكاتره، لكن احنا بننساها يعني، احنا بنتعامل مع الحكايه بقل التقدير شويه. فالحقيقه من المواضيع المهمه جدا اللي لو الناس خدت بالها وخلي بالك ده انا رايي ان ده في خدمه مجتمعيه عظيمه جدا. جدا. انت لو قدرت تنقذ من الحلقه دي واحد بس، واحد كان هيبقى يهمل ويحصل له حاجه قد تؤدي بحياته الى انه ياخد باله، او حتى وهو بيكشف حتى هو نفسه يلمح للدكتور انه قد يكون عنده حاجه زي كده، فالدكتور ياخد باله فيقول له طب اعمل منظار ولا حاجه زي كده فيكتشف. الحقيقه نبقى عملنا خدمه عظيمه يعني. انا احييك على جمله لو هتقدر تنقذ واحد. بالظبط. ليه بقى الجمله دي؟ لان انا دي بدرب عليها نفسي بقالي يعني، انا كل فتره كده باخد ايم هدف اقعد ادرب عليه نفسي. بالظبط. فانا بقالي مثلا كام فتره كده مش عايز اقول قد ايه بالظبط، بس في يوم هقول قد ايه، بدرب نفسي على فكره الشخص الواحد. بالظبط. الحاله الواحده. بالظبط. الانسان الواحد، لانه في المعنى القراني في الايه الكريمه انه انقاذ الواحد يساوي انقاذ 100%. الناس كلها، وان احياها فكانما احيا الناس جميعا. بالظبط. بالظبط. المعنى ده في ناس كتير بتمر على المعنى القراني ده بدون ان تفهمه. بالظبط. بالظبط. وانا رايي ان الخدمه دي انت عملتها، والحقيقه يعني
عن نفسي لو عن الناس كلها لو قعدنا نشكر حضرتك عليها. لا ربنا يخليك، ده سنين طويله اشكرك. قد ايه الناس ما كانتش فاهمه حاجات كتير وبقت فاهمه حتى من قبل ما بيروح للدكتور، او على الاقل حتى ما بيعرف يروح فين، ما بيعرف يروح عند انه دكتور ويكشف فين ويعمل حاجات زي. لا الثقافه الطبيه انتوا ساهمتوا فيها، وانت واحد من الناس اللي ساهمت فيها يعني في في البارت بتاعك، لا مساهمه يعني جباره، كل واحد في مكانه. يعني عايز ابدا الاول، ايه يعني ايه سرطان الشرج تعريفا، اعراضه، لان ده برضو عايزك تسهف في الاعراض شويه. بالظبط، سرطان الشرج هو وجود كتله من الانسجه غير حميده بتيجي في منطقه الشرج. احنا هنعرف الشرج وهنعرف منطقه ما حول الشرج لان الاثنين مهمين وهيختلفوا في العلاج. الشرج هو المنطقه اللي احنا عارفينها، منطقه الشرج وتعدي 2 3 سم لفوق بينهم الخط المتعرج ده اللي يفصل منطقه الشرج عن منطقه المستقيم، لان ده منشا من الخلايا واللي فوق منشا من الخلايا. منطقه ما حول الشرج عشان لما نتكلم عنها كمان شويه هي منطقه 5 سم فوق وتحت ويمين وشمال، يعني اي منطقه تبعد جوه ال 5 سم هي منطقه ما حول الشرج. ليه قلنا كده؟ لانه السرطان الشرج او سرطان المستقيم ليه انواع متعدده على حسب نوع الخليه اللي تسببت او اللي نشئ منها السرطان. خلينا نقول كلمتين يمكن الناس ما تاخدش بالها منها قوي، يعني ان سرطان الشرج ليه 4 انواع مشهورين قوي او 4 اشكال ممكن يجي فيهم. حاجه اسمها سكويما سيل كارسينوما ودي الاشهر، ثم الادينو كارسينوما اقل شويه، ثم الماليجنانت ميلانوما. وتخيل ان منطقه الشرج من ثالث حاجه ممكن فيها يجي ماليجنانت ميلانوما، ثم الليمفوما. دول اشهر 4 حاجات. ماليجنانت ميلانوما يعني معناها ورم سرطاني جاي من الخلايا الصبغيه. بالظبط. الاربعه دول هم الاربع انواع اللي ممكن لما ناخد عينه ونبعتها يطلع ايه منهم نوع، يعني اشياءهم طبعا السكويما سيل كارسينوما. على حسب منشا الخليه هو طلع منها النوع بتاع السرطان. اعراض السرطان وهو ده الخطر اللي في الموضوع، انه اعراضه ما هياش اعراض عنيفه، يعني عشان يبقى المريض عنده سرطان قد يتخيل البعض ان لو انا عندي سرطان هبقى عندي بقى مثلا الم مبرح جدا اخبط دماغي في الحيطه منه، او ان انا عندي مثلا دم ما بيوقفش او حاجات زي كده، او خسيت قوي لا على فكره في ده ممكن بالزبط جدا بالظبط 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 ايرلي ستيج يعني بالظبط. فالاعراض هي اولا اول حاجه منهم البليدنج بالريكتم او ان ينزل نزيف من الشرج. مش لازم يبقى نزيف يغرق الدنيا، ده مجرد نقطتين ثلاثه قد تكون علامه. وليه هو اسمه سرطان؟ لانه وليه بنقول عليه ورم خبيث؟ كلمه خبيث دي جايه منين؟ من خبثه، من انه خادع جدا لكل الاطراف، خادع للمريض وخادع للدكتور. ارجوك ايها المريض العزيز اذا كان عندك دم من الشرج شك ولو للحظه ولو للحظه، خلي بالك شك ويطلع شكك في غير محله، ده شيء عظيم جدا، ما خسرتش حاجه. بالظبط، شك انك ما عندكش بواسير ولا شرج، خصوصا لو ما عندكش اعراض ثانيه، يعني عندك دم ومفيش حاجه اللي خارجه من الشرج ولا حاجات زي كده. فمن اهم الاعراض هو البليدنج بالريكتم طبعا او النزيف من الشرج. تاني حاجه البين وزديفيكيشن، انه يبقى المريض متالم اثناء عمل حمام. والجمله بتاعت انه اذا عشان يبقى سرطان لازم يبقى غير مؤلم، فيقول لك انا لو اتالمت اكيد مش سرطان، جمله خاطئه جدا، لانه المنطقه دي كلها منطقه حساسه جدا الحقيقه، فقد يكون عندك وجع اثناء التغوط من وجود سرطان في الشرج. بعض الحاجات التانية زي التنسموس أو التعنية مثلا، إنه المريض بيخش ما يعرفش عنده حاجة اسمها ديفيكال ديفيكيشن وما يقدرش يفضي كل الفضلات، فيقول لك أنا بدخل الحمام كده مش مرتاح قوي. وأهم حاجة بقى في الحكاية هو تغيير الطبيعة أثناء التبرز، يعني في واحد يبقى ممسك طول حياته من ساعة ما وقع على الدنيا لحد ما دلوقتي عنده إمساك، وفي واحد اتغيرت الحكايه قريب، يعني كان لا كان كويس قوي ما عندوش مشاكل خالص، وفجاه بقى نفس الحكايه مش كويسه، بدا يجي له امساك. خلي بالك ده يخاف اكتر من الاولاني. يعني تغيير الباول تشينج ده هو من كان كل يوم يروح الحمام في الوقت في ميعاد معين مثلا. بالظبط، كل يوم لا دلوقتي بقى له اتغير الشكل. بالظبط، فده من الاعراض المهمه جدا الحقيقه. تخيل بقى ان الاعراض اللي احنا قلنا عليها دي كلها اعراض لو قعدنا نفصصها واحد واحد كده ولا حاجه، يعني لو المريض نزل شويه دم هل ممكن اشك ان عنده سرطان؟ قليل جدا. دكتور في عيادته راح له واحد قال له انا وانا بعمل حمام نزل شويه دم، اذا المريض ما شكش والدكتور ما شكش، لا لو الدكتور ما شكش يبقى مصيبه سودة. مصيبه مصيبه طبعا. لو الدكتور ما شكش في حته النزيف بعبر دي مصيبه سودة. مصيبه طبعا، لانه وبتحصل والله العظيم بتحصل طبعا بتحصل طبعا. شويه وجع، شويه افرازات، شويه يعني كلها اعراض، يعني الحقيقه ما هياش بالقدر الكبير اللي تخلي المريض يخاف. لكن الكلمه السر ايه بقى؟ انه خلي عندك قدر من الشك ولو حتى بسيط كطبيب او كمريض. دايما السرطانات مرتبطه بكلمه ستيجز او درجات. بالظبط. اتقسم بقى الـ السرطان في منطقه الشرج كلاسيفيكيشن طبعا
مشهوره للناس كلها اسمها التي ان ام كلاسيفيكيشن، انه على حسب حجم السرطان وعلى حسب، احنا قلنا ان السرطان ده عشان يبقى سرطان فهو ورم خبيث بيروح للانسجه اللي حواليه، فقسموا حاجه اسمها تي ان ام كلاسيفيكيشن، انه قلنا ان التي ترمز لحجم حجم الورم، فنقول مثلا ان تي 1 ورم اقل من 2 سم، تي 2 من 2 سم ل 5 سم، تي 3 عدى ال 5 سم وهكذا. نروح على الان كلاسيفيكيشن، يقول لك ان ان 0 ما بتروحش ما راحش للغدد الليمفاويه المصاحبه او بعد كده راح للغدد الليمفاويه، الام تعتمد على الميتاستاسيز انه السرطان انتشر في مناطق اخرى ولا لا. راح للعظم، راح الست عندها رحم بالظبط. دي هتبان فين الكلاسيفيكيشن؟ دي تبان في عينه الباثولوجي، في العينه اللي احنا خدناها علشان نشوف المريض الحته دي ايه. ولذلك خلينا نمشي واحده واحده، احنا قلنا ان مريض عنده اعراض راح كشف عنده دكتور، الدكتور يطلب له ايه؟ يعني الدكتور لو هو دكتور شاطر ودكتور خايف على المريض يعمل ايه؟ يشك ان المريض عنده سرطان، ولما يطلع شكه في غير محله يبقى دكتور ممتاز. يعني المريض ما يزعلش من الدكتور انه قال له لا انا محتاج اعمل منظار عشان اطمن ان ما عندكش حاجه، ويطلع المنظار سليم يقول له انت يا عم خليتني اروح اعمل منظار ليه؟ لا، ده دكتور عظيم اللي عمل كده. الفحص او ان احنا نعرف اذا كان المريض ده هيروح في السكه دي ولا في السكه دي تعتمد على اربع حاجات، اولهم الكلينيكال اكزامينيشن والهيستوري، الفحص الاكلينيكي وانك تسمع من المريض كويس، بعد كده بتيجي اللوكال اكزامينيشن، وبقى في حاجه للفحص مهمه جدا في العيادات اسمها بروكتوستيشن او محطه فحص الشرج والمستقيم. فيها ثلاث حاجات، فيها اينا المانومتري اللي بيقيس قوه عضلات الشرج فوق وتحت اللي هو ده بالظبط، ودي صوره من عندنا من العيادات عندنا. الجهاز العظيم ده فيه ثلاث حاجات، اللي على الشاشه دي ايدينا عشان بس كنا نوري الناس انه بنقدر نخش ازاي. في اينا المانومتري حاجه بتقيس قوه العضلات، في اندو اينال الترا ساوند او سونار بيخش جوه الشرج عشان يشوف لنا لو في حاجه جوه العضلات او حاجه مش واخدين بالنا منها، وفي طبعا الاتش ار اي او الهاي ريزوليوشن انسكوب او الكاميرا اللي بتورينا كل حاجه. الجهاز ده وظيفته الاساسيه اللي عملوه جماعه الطليان، وظيفته الاساسيه هو انك تشوف البري كانسرس ليجن، يعني تشوف بيه الحاجات اللي مش معمول بالمناسبه عشان نشوف بيه البواسير ولا الشرخ ولا الكلام ده اي كلام، لكن هو معمول 100% علشان نتوقع او نشوف بيه الحاجات اللي ممكن مع الوقت لقينا مثلا حته حاجه اسمها انا البابيلي، حته زائده لحميه طالعه مش في مكانها، لقينا ان البواسير اللي عند المريض ده شكلها مش كويس، كل ده الحقيقه يخلينا نقول انه المريض ده عرضه الى انه قد يصاب بالسرطان. بعد الفحص الجزئي اللي بنعمله في العيادات لابد انه في حاجتين مهمين قوي، الام ار اي، السي تي، البيت سكان اذا شكينا ان في حاجه. الام ار اي لانه هيورينا الكتله اللي احنا شفناها بالفحص هل داخل عامله شويه انفيجن، يعني داخله جوه العضلات وجوه الحاجات اللي جنبها ولا لا. السي تي سكان للابدومن والبلفز عشان نشوف لو في حاجه ثانيه في حاجات ثانيه ولا حاجات زي كده، والبيت سكان لو احنا شاكين في الميتاستاز عشان نشوف الحكايه. شخصنا المريض مظبوط وعرفنا ان المريض ده عنده لا قدر الله سرطان في الشرج، اللي كانت اعراضه باديه بانه عنده شويه نزيف. انا رايي انه في جزء من التاهيل النفسي للمريض في الحته دي، انه لازم يعرف انه خلاص هو في معركه، ولازم يعرف انه لازم يحارب، ولازم يعرف انه الحكايه اتنقلت من انها كان عندنا شويه دم هناخد شويه بواسير فاحنا خلاص طلعنا من الحته دي، لازم يواجه الامر الواقع انه عنده سرطان. دي النقطه المهمه اللي المرضى بيتقسموا الجزئين فيها، مريض يهمل جدا ويسلم في اول المعركه ويقول انا مش هعمل حاجه وده مريض غلطان تماما، ومريض شجاع جدا يقول ان الحمد لله ان احنا اكتشفنا الحكايه بدري، لانه الشطاره في انك تعرف الحكايه بدري، لان زي ما هنتكلم كمان شويه في حاجه اسمها البري مالجنانت فيز، انه المرحله ما قبل انه يبقى سرطان، ثم مرحله السرطان، ثم مرحله السرطان المتوحش جدا اللي خلاص زي ما كنا شايفين الكلاسيفيكيشن من شويه توغل وتوحش في باقي الحاجات. احنا اكتشفنا الحكايه في انهي مرحله هو ده اللي هيفرق احنا هنعمل ايه. قد نتعالج بحاجه اسمها لوكال اكسجن، يعني ان احنا يا دوبك نشيل السرطان من مكانه والموضوع انتهى، وقد نتعالج بعلاج اسمه الكيمو ثيرابي والراديو ثيرابي، الحاجات اللي مهمه جدا في العلاج، وقد نتعالج بحاجه اسمها ابدومينو برينيه لان احنا نشيل كل المنطقه دي على بعضها ونعمل دي فانكشنينج كلوستومي، او ان احنا نحول مجرى البراز على الجلد من بره. هي جراحات الميجر قوي دي، بالظبط مخيفه جدا. على حسب احنا فين هنعمل ايه، على حسب احنا اكتشفنا المريض في انهي مرحله هنعمل ايه. عشان كده الاكتشاف مبكر للسرطان سواء بقى في الشرج سواء في اي حاجه، الحقيقه ده حتى يعني حملات قوميه كل البلاد في العالم كله بتعملها، انه ارجوكم اذا قدرنا نكتشف السرطان ده في وقت مبكر
الامور بتختلف تماما الحقيقه. يعني السؤال المهم اللي المريض هيساله لك، ايه اللي جاب له، ايه اللي هيقول لك كده، ايه اللي جاب لي الحاله، وده هيجرني لحته تانية، مين المناسب اكثر عرضه للاصابه بالظبط. في ريسك فاكتورز في الحكايه دي، وهقولهم لك بترتيبهم. يعني ايه اكتر خطوره من اللي قبليه؟ اولهم حاجه اسمها الاتش بي في او الهيومن بابيلوما فيروس. الهيومن بابيلوما فيروس مرتبط ارتباط عنيف جدا بسرطان الشرج. ده عدوى فيروسيه بتيجي من بعض الممارسات، اولا يتنقل جنسيا، يجي من بعض الممارسات الشاذه في الحكايه دي. اللي بالظبط يحصل حاجه اسمها جينيتال وورس كده، يعني بيجي شويه زواج جلديه حوالين الشرج وجوه الشرج شويه، يبقى ده مريض عرضه بشكل كبير جدا انه يجيله سرطان في الشرج. انا شفت ناس من الحقيقه من الحكايه دي كتيره، وعملنا عمليات منها كتيره، 90% منهم بعد ما بنشيل الورتس والحكايه مريض بيجيله سرطان 100% وبنتعامل مع السرطان. تاني حاجه يسموها يعني انه يبقى في بعض الممارسات اللي مش كويسه في الحكايه دي. طبعا من الحاجات المسببه للسرطان بشكل عنيف جدا، سواء كان للسيدات او للرجال، سواء كنا هنا او هنا، ده حاجه من الحاجات التي تسبب سرطان الشرج. وتاني واحده، يعني اول واحده الاتش بي في، تاني واحده الحكايه دي. تالت حاجه السيجرت سموكينج او تدخين السجاير في المنطقه الثالثه. يعني تدخين السجاير من الحاجات التي تسبب سرطان الشرج بشكل عنيف جدا، وحاطينه في تالت واحده. يعني ما هوش حتى متاخر شويه عن كده، حاطينه حتى رابع واحده، هي الاميونو سبريشنز او الحاجات الناس اللي عندها ضعف في المناعه بشكل مزمن او فتره طويله. تخيل بقى انه تدخين السجاير في المنطقه اللي قبلها، يعني في رقم ثلاثه مش حتى بعد الحكايه. فالحقيقه الجماعه دول هم الاربعه اللي احنا قلنا عليهم هم اكثر عرضه للاصابه بسرطان الشرج او سرطان المستقيم. السجاير ما سببتش السرطان، ما عملتوش من اول الشفايف حتى تحت. حتى بالظبط. هروح بقى احنا عملنا، طب هنشخص بايه؟ هنشخص زي ما اتفقنا بمراحل كده، بالفحص الاكلينيكي والهيستوري، ثم الفحص الموضعي اللي بيتعمل سواء كان في العياده بالاجهزه المتطوره، او حتى كنا قديما ندخل العيان للمريض العمليات عشان بس نعمل حاجه اسمها اكزامينشن اندر انستيزيا، بس ان احنا ندخله نفحصه تحت مخدر يعني. ثم بالام ار اي، الاندو ان الترا ساوند، سي تي ابدومينو بيلفيز، واذا شكينا في متاستس نعمل بيت سكان. هنبدا الخطه العلاجيه بترسم ازاي؟ بالظبط، الخطه العلاجيه تترسم على حسب احنا فين في الشرج، ولا حوالين الشرج، ولا دخلنا جوه المستقيم، على حسب الكلاسيفيكيشن، على حسب عمق السرطان قد ايه، على حسب هو رايح فين، على حسب دخل جوه ايه بالظبط. فتعال نقول مثلا انه السرطان اللي بيجي حوالين الشرج في البري انال اريا، ينفع جدا نعمل حاجه اسمها لوكال اكسجن، يعني نشيل السرطان من المنطقه دي، طبعا مع الحفاظ على عضلات وصمامات الشرج. اول كلمه يكتبوها في الحكايه دي او يقول لك ان الهدف من علاج السرطان في الحته دي انك تعالج السرطان وتحافظ على عضلات الشرج، لانه المريض عنده سرطان، بس برضو احنا مش عايزين نشيل السرطان صحيح، لكن في نفس الوقت المريض يبقى يتبرز على نفسه، يعني برضو انت نقلته من حته وحشه قوي لحته وحشه جدا الحقيقه. يعني 5 سنتي فوق ويمين وشمال وتحت في المنطقه البري انر اريا دي، نقدر نعمل حاجه اسمها لوكال اكسجن، يعني نشيل السرطان ثم نكمل بشويه حاجات. اذا كان الـ 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 طبعا بنشيل السرطان بسيفتي مارجن، يعني نشيل حواليه حته احنا بنسميها حته نظيفه، يعني حته سليمه ما بين كل حته. اذا كان السرطان داخل الشرج على حسب حجمه، اذا كان في الكلاسيفيكيشن بتاعه التي 1 اللي هو لسه حوالي 2 سنتي او حاجه، نقدر نشيله برضو. خلي بالك احنا كل ما بنخش جوه كله بيبقى اصعب، يعني بره اسهل. طب دخلنا جوه الشرج، اذا كان السرطان اقل من 2 سنتي يعني لسه في البدايه، نقدر نشيله باستخدام اللوكال اكسجن مع الحفاظ على عضلات الشرج. كل ما السرطان هيقرب من فتحه الشرج كل ما بيبقى العمليه اصعب شويه. يعني مثلا لقينا مريض عنده مثلا سرطان بعد ما عملنا الفحوصات واخدنا عينه وكلام زي كده، حجمه 7 سنتي وخلاص نيرلي تو اوبستراكت، يعني خلاص هيشيل او خلاص هيقفل فتحه الشرج. ما هو عيب السرطان ده ايه؟ انه واخد جزء من اليومن، يعني واخد حته بخلي البراز حتى ما يقدرش يعدي بسهوله يعني. فاذا كان السرطان ده قريب من فتحه الشرج وخلاص هيقوبستراكت وحجمه كبير وحاجات زي كده، مش هنقدر نشيله مع الحفاظ على عضلات الشرج. بنبدا نفكر انه حتى لو شلناه المريض هيتاثر 100%، فنبدا نفكر في دي فانكشننج ستوما، او ان احنا نعمل تحويل لمجرى براز على الجلد عشان انه مش هيقدر يتحكم في مول البراز. عمليات كتير جدا الى انه
اخر حاجه بنعملها هي الابدومينوبرينيال او الاي بي ريسكشن، ان احنا نشيل منطقه الشرج بمنطقه المستقيم بالسيجمويد بالحته الاخرانيه من القولون ونقفل الحته دي على كده ونحول مجرى البراز على الجلد. تخيل بقى انه المريض جه فين وعمل فينا ايه وعمل في نفسه ايه. هو يعني كل ما هنيجي بدري كل ما احيانا نخش العمليات نلاقي حاجه اسمها بابلوما ومش حاجات صغيره جدا الحقيقه سنتي في سنتي نشيلها ونبعتها تطلع مش عارف حاجات حميده احيانا وتطلع حاجات خبيثه احيانا ونبقى خلاص الموضوع انتهى لانه احنا خدنا بالنا بدري. احيانا نتاخر شويه فلما نيجي جايب فانجيتنج ماس كده بس حجمها صغير يعني ما هياش كبيره نقدر نشيلها ونقدر المريض يتحكم كويس جدا في مرور البراز وحتى بعد كده حتى ما يحتاجش جرعات كبيره جدا من الكيماوي والعلاج الكيموثيرابي والراديوثيرابي. واحيانا يجي المريض متاخر خالص الحقيقه فنضطر نعمل حاجه اسمها ايبر سيكشن يعني ان احنا نشيل كل المنطقه دي ولابد من تحويل مجرى البراز على الجلد والا هيبقى في خطوره على حياه المريض الحقيقه يعني. على حسب احنا فين على حسب نقدر نوصل ونعالج المريض ازاي يعني. الناس ممكن ما تقدرش مضاعفات العلاج الكيماوي والاشعاعي مثلا. بالظبط. يعني طبعا هم حاجات مهمه جدا وحاجات لازم ناخدها يعني لانه برضو احنا في الاخر بنتكلم على سرطان ما احناش بنتكلم على نزله برد يعني عند المريض. من الحاجات حتى اللي ليها اللي بنشوفها كتير الحقيقه مع الناس اللي بتاخد راديو ثيرابي حاجه اسمها راديشن بروكتايتس يعني يبقى عنده التهاب مزمن داخل المستقيم بسبب العلاج الاشعاعي يعني مش معنى كده ان هو العلاج الاشعاعي ده غلط مثلا دي صوره ممتازه جدا للحكايه دي واخدينها بالمنظار عندنا ده عيان عنده حاجه اسمها راديشن بروكتايتس او التهاب مزمن داخل المستقيم بسبب العلاج الاشعاعي ده حاجه عظيمه يعني احنا يعني مش قصدي اقول الناس ما تاخدوش علاج بالعكس بس لازم نقدر انه لو اتاخرت في العلاجات ممكن يحصل له بالظبط. ده مريض مثلا بيبقى عنده دايما التقرحات اللي موجوده دي الحقيقه ومع العلاج الاشعاعي بيحصل حاجات كتير منها مثلا انه يحصل في الفم حتى الافسس السر والحاجات دي مرور بكل الجهاز الهضمي لانه يحصل حتى في المستقيم فالحقيقه من الحاجات يعني اللي بنشوفها كتير يعني ممكن الواحد يحصل لخبطه في التشخيص طبعا ده هي الشطارة كلها هنا ما احنا اتفقنا انه اسمه سرطان اسمه ورم خبيث من خبثه من انه اعراضه ما هياش فيه الارم ساينز كبيرة قوي ان انا عندي سرطان. انا سعيد جدا بهذه الزيارة ومتشكر جدا على اختيارك للموضوع من ضمن المواضيع المهمة جدا وتدخل معانا يعني في المكتبة الخاصة بي اللي هي مكتبة الكولوريكتال او ريكتال سيرجري اينو ريكتال سيرجري بقى عشان يبقى بلاش دعوه اينو ريكتال سيرجري دي منطقه مهمه جدا جدا واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق واحده من الحلقات اللي لازم تذاكروها كويس جدا جدا لضيفي العزيز الاسم المتميز للغايه اللي بينورني دايما الاستاذ الدكتور محمد النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج والمدير لمؤسسه هيموكيور علاج امراض الشرج والمستقيم نورتنا الله يخليك يا دكتور ايمن شكرا جزيلا تيك كير فور يور سيلف خلي بالكم من نفسكم خلي بالكم من الاعراض خلي بالكم من المشاكل وخليكم على صحه. كيف تؤثر الدوالي على خصوبه الرجل؟ امتى اعمل عمليه الدوالي لشخص عنده تاخر انجاب وضع في اعتباري انه سن الزوجه ما هو هنا بقى الموضوع تاخر انجاب ده بتبقى معادله صعبه مهمه جدا وتركيبه يتسابق الزمن مع الرغبه الطبيه انا لازم امشي في برنامج علاجي ان انا اضبط الهرمونات وابدا اعمل دفعه للحيوانات المنويه بعد العمليه 3 شهور 6 شهور فلو انا ما مشيتش في الطريق ده انا ضيعت 50% من العمليه. هل كما نسمع ان واحد من كل 4 واحد من كل 5 ممكن يكون عنده دوالي؟ الدوالي دي من اكتر اسباب تاخر الحمل واكتر اسباب ضعف الخصوبه عند الرجال. يمكن بتشكل حوالي 30% من الناس اللي هم بيتاخر الانجاب عندهم. يعني ما بين كل 100 واحد عنده مشكله في الانجاب 30% فيهم دوالي.